ناشد أهالي المصاب رامي حمودة المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي بمن لديه أي توثيق من وسائل التواصل الاجتماعي أو تسجيل فيديو من المحال التجارية على شريعانات التواصل مع العائلة وإعطائهم الفيديوهات التي قد تكون الطريق نحو حرية وبراءة نجلهم رامي. وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار عليه بزعمه تنفيذ عملية دعس. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي والد الشاب المصاب رامي السيد محمود حمودة. يسعد صباحك وأهلا بك. صباح النور. تحياتي لك. يعني سيد محمود، بداية لنضع المستمعين والمشاهدين في صورة حول ما حدث مع ابنك رامي، يعني منذ يومان أطلقت قوات الاحتلال النار عليه وعلى سيارته، ما الحجة وما التفاصيل أيضا؟ والله يا أختي، إحنا عندنا هون في منطقة عنادة كتير بيصير عندنا مشاكل هون. نزل الجيش للمنطقة عندنا هون بحجة انه بده يلقي القبض على امه للولد اللي اتهموه بالعملية تبعت الباص، هو وابوه. فهذول جماعة بدهم ياخذوا الابو والام باي طريقة، يعني فيش حدا يوقف بطريقهم. الجو كان فاضي، فيش اشي. بتعرف انت يعني انه طلع مجموعة من الشباب تصدى لهم، واحنا ابننا كان طالع من البيت، عندنا بنت صغيره كان يعني طالع يجيب لها اغراض من المكتبه، فعلق بالطريق، علق بالطريق هناك وما قدرش يكمل لا قدام ولا لورا. فالجيش بده يمرق باي طريقه باي وسيله، ففتح النار على الموجود في المنطقه. وللاسف يعني بعد ما ابني مرت عنهم والسياره كانت واقفه، اطلقوا النار عليه بكثافة، أطلقوا النار عليه وصبوه في 3-4 رصاصات صبوه، والحمد لله يعني اليوم يعني وضع تقريبا مستقر. نعم. إحنا عايشين يعني كيف بقولوها 50-60 سنة من الوضع اللي إحنا بنعيش اليوم، ما بنعرف لمين بنشكي همنا. يعني وين بدك وصلنا؟ وين بدك الشعب الفلسطيني وصل في شكوى لكن بدون نجوى بدون أي حاجة؟ نعم، يعني عم خلينا نحكي عن استهداف الشباب المقدسي بشكل مباشر، يعني أسلوب القتل المتعمد يلي بتتعمد قوات الاحتلال خلال إطلاق الرصاص على الشباب، وأيضا سلوك الاحتلال يلي دائما بيعطي الحجج بدعاء يعني زعم تنفيذ الشباب لعمليات طعن. يعني والآن أنت موجه لابنك أيضا اللي هو يعني تهمة اللي هي تنفيذ عملية دهس، صحيح؟ صحيح صحيح أختي. اليوم الجيش في إسرائيل عنده ضوء أخضر لجميع مزاعمه، عنده بحر وعنده ضوء أخضر، عرفت كيف؟ من حد يعني يعطيه على أنه يسوي اللي بده إياه، يلقي القبض، يطلق نار، يطلق غاز، يطلق اللي بده إياه، ومش شايفين حدا، مش شايفين حدا قدامهم مع الأسف الشديد. يعني عرفت كيف؟ فبضل وضعنا يعني زي اللي محطوط في الزاوية، ما فيش في اليد حيلة. الوضع بيكون هادي، هم نفسهم بيستفزوا الناس، هم نفسهم بيستفزوا الشارع. يعني اليوم إذا 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 الواحد على سبيل المثال في إيده سيجارة وكت على الأرض، بدهم يخلفوه 500 شيكل كت على الأرض إذا كان ماشي في الطريق. فإحنا يعني مش عارفين كيف نعيش، مش عارفين كيف نسوي مع الحكومة هذه اللي مش شايفة حدا قدامها. نعم، يعني أيضا رامي منذ لحظة إصابته ويعني تم اعتقاله أيضا، وهو الآن موجود في أي مستشفى؟ يعني ماذا عن حالته الصحية؟ بماذا يخبركم الأطباء أيضا؟ والله رامي لغاية امبارح إحنا كنا في هداسة عين كارم، وانا قعدت مع الطبيب بيقول لي احنا شلنا له للولد 4 رصاصات، في رصاصه كانت داخله من ظهره طالعه من صدره. فقال لي انه صار عنده مشاكل في المراره، شالوا له المراره، بعد ما شالت المراره صار عنده مضاعفات، مما تطلب انهم يدخلوا له غرفه العمليات كمان مره. احنا وضعنا في المستشفى مع ابننا ما بنقدر نشوفه، يعني احنا قدرنا انه نجيب تصريح من المحكمة نفسها على أنه نشوفه من وراء القزاز. نعم. طبعا بدون ما يحكي معنا، لأنه الشرطة بتقول لك ما بدي تشوفيه. يعني أنا امبارح
تقريبا شبه اني تعاركت معاهم على انه بقول له انا معي تصريح بدي اشوف ابني، قول انا ما بدي اخليك تشوفه. يعني منذ لحظة إصابته لم يتم، يعني لم ما بتشوفوه وما فيش أي تواصل؟ لا. أيضا مع المحامي ولا في تواصل؟ لا في، الحمد لله المحامي أجا عندنا على المستشفى ودخل عنده وشافه وطمنا عليه وطمنا على الوضع والحمد لله رب العالمين. بس بضل إنه الحدث اللي صار في المنطقة عندنا هون اتصور من عدة جهات. نعم. فالصور هاي طبعا واحد صعدنا بالمحكمة إن هم موجهين له تهمة إنه محاولة دعس للجنود. نعم. يعني أيضا نود السؤال عمو، هل يعني هناك عقدت أي جلسة محاكمة لرامي منذ اعتقاله وإصابته؟ وأيضا متى من المقرر أن يتم إنعقاد جلسة أخرى؟ كان في له جلسة قبل يومين، الجلسة هاي أخذت تمديد ليوم الأحد القادم. نعم. كيف هسه إحنا إن شاء الله من هون ليوم الأحد القادم إذا كان قدرنا ندبر الفيديوهات اللي طلبوها أو اللي طلبها المحامي تبعنا فبيكون وضعنا بالسليم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه الناس تتعاون معنا. يعني في لحظة إصابته واعتقاله في نفس اليوم كان هناك جلسة للمحاكمة؟ لا ثاني يوم. ثاني يوم، أوكي. ثاني يوم صحيح. يعني برضو أيضا ناشدتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن رامي بريء، وأيضا يعني من يتواجد معه أي فيديوهات للحظة إطلاق النار سواء من المحال التجارية أو للمواطنين يعني أن يقدموا للأهل وأن يتواصل معكم لتقديمه للمحكمة. إلى الآن صحيح. هل من مجيب؟ والله في ناس اتصلت بس ما هو طبعا مش أي فيديو بيزبط معنا. في فيديوهات اللي صورت من بداية الحدث لنهاية الحدث، فإحنا بصراحة يعني في ناس والله صورت وعندها الفيلم لكن رفضت أنها تفتح الكاميرات تبعتها مع الأسف الشديد، يعني بدون ذكر أسامي. عرفت كيف؟ الشغلة هذه ما بتضر حدا شخصيا، ما بتضر حدا، احنا ما بنستعملها للترويج، احنا بنستعملها بس للمحكمة قدام القاضي. نعم، وإيش سبب الرفض يعني؟ أختي احنا عندنا هون جماعة يعني مش عارف كيف بدي أسميها، بيخافوا الجماعة هذول إنه تتراوج الفيديوهات. نعم. هذه في مواقع تانية، فإحنا يعني معروف هدفنا شو هو، ما بندور على ترويج، ما بندور على شهرة، ما بندور على أي شغلة. صحيح. يعني قليلاً لتخبرنا أيضاً عن رامي. رامي ولد كويس، مين بيعرفه في الدنيا بشكر فيه، مين اللي بيعرفه في الدنيا كلها بقول إنه ولد كويس. رامي عنده مشكلة في السكر، عنده معاه سكري، بياخد أنسولين من هو طفل صغير. رامي بيشتغل كهربجي، بعين الناس كلها وبيحاول يقدم المساعدة للجميع. رامي ولد هادي، ما بيسوي مشاكل، ما عنده مشاكل، بحب الناس، بحب يتعاون مع الناس. اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم رامي بحاجة دعوة الناس هذه كلها. يعني ماذا عن عائلة رامي؟ هل لديه أبناء؟ ماذا عن عمره؟ صحيح. ماذا؟ رامي عمره 35 سنة، عنده ولدين وعنده بنت. أكبر الأولاد اللي عنده 10 سنوات وأصغرهم عمره 5 سنين تقريبا. نعم. يعني عمو، أخيرا عبر منصة وطن، ما هي الرسالة التي تود توجيهها أيضا لكل المواطنين وأيضا لمن يستطيع مساعدة رامي؟ أختي إحنا نطلب مساعدة مش بس لرامي ولكل أمثال رامي. إحنا عنا المنطقة هون من فضل الله يعني كلها مزودة في الكاميرات. نعم. والكاميرات هذه بتساعد الناس كلها، يعني بتبين الحدث على طبيعته، بتبين الحدث على حقيقته. الحكومة الإسرائيلية بدها سهل جدا إلها تحط أي تهمة للبني آدم. إحنا من غير مؤاخذة في دورنا الحدث اللي تم تصويره سواء مع ابني أو غير ابني، لما بيكون في تعاون من الناس وبتتودى الفيديوهات هذه للمحامي تصلح الوضع وبتكون مسافة قصيرة. عرفت كيف؟ نعم. فالحمد لله رب العالمين، يعني في عنا ناس محترمين كثير، في عنا ناس بتساعد وبتمد ايدها للشغلات هذه، لكن احنا نتامل من الناس كلها الشغلات هذه ما فيها مضره، الشغلات هذه ما هي مصنوعه مشان الترويج. الشغلات هذه بتيسر الامور على المحامين. اكيد. المحامين بيعانوا المحامين، يعني بيستنوا ثغره صغيره
من شان يكونوا واقفين مع المتهم سواء نعم. إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك والد الشاب الجريح رامي حمودي السيد محمود حمودي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.